نروح بقى من حالة الجو لحالة المرور، ومعانا النقيب رأفت نجم مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور لمرور القاهرة. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير سامع على السادة الجميع، السادة المستمعين المشاهدين فندم. أهلا بيك، وعايزين نطمن على الحالة المرورية النهاردة في القاهرة، أخبارها إيه؟ أو الحمد لله بالفعل فندم، متابعة الكاميرات حاليا المنتشرة ومتواجدة على معظم محاور القاهرة والمدن الرئيسية، ايضا ومتابعه السلكيه مع جميع الساده الضباط والخدمات. الحمد لله لما تم اختار لغرفه عمليات مرور القاهره اي بلاغات او اي كثافات او اي مصادمات تعوق حركه المرور، وفقط بالنسبه للمناطق المدارس يتم تكثيف فيها الخدمات حاليا. الحمد لله الحاله مرضيه تماما على معظم محاور القاهره. بالنسبه للقاهره القادم من الألوبية على كوبري شبرا العلوي في منطقه اعمال منزل الكوبري منطقة أعمال المتجه يمينا إجباري اتجاه الكورنيش ثم يسارا مرة تانية اتجاه الإذاعة والتلفزيون. أيضا بالنسبة لأعلى كوبري الملك الصالح ما زالت الأعمال قائمة، القادم من ميدان فم الخليج اتجاه ميدان أصغر نبي اتجاه المعادي لإصلاح بعض الفواصل. أعلى الكوبري يسمح بحارة واحدة فقط الحمد لله دون تأثير حاليا، الحالة هادية جدا بالنسبة ليوم السبت، كثافات السيارات قليلة، بيتم المتابعة. ايضا بالنسبه لمحور صلاح سالم في الاتجاهين ايضا حاله بالامتياز، مع خدمات اكتوبر ايضا والجيزه كوبري الجامعه كوبري حفاد قادم ومتجه مع القاهره والجيزه الحاله بالامتياز في الاتجاهين. ايضا مع القاهره وطريق اسماعيليه وكوبري التعمير وكوبري حرفين ايضا قادم ومتجه منظر الكاميرات الحاله مرضيه تماما. مع القاهره وطريق السويس قادم من محور السويس طريق السويس اتجاه الثوره الحاله ايضا في الاتجاهين حاله بالامتياز. محور النصر والسرات وعباس العقاد ومصطفى النحاس مكرم عبيد ايضا ومتابعه القاهره حاليا السادة ضباط خدمات الاسرتيه بالمدينه حاليا الحمد لله حاله مرضيه وبالامتياز في كافه الطرق على اغلب محاور ومدن القاهره. سياده النقيب، هل في تكدس مروري في شوارع معينه وايه هي الطرق البديله لهذه الشوارع؟ لا، هو الحمد لله الان مفيش اي كثافات مروريه على كافه محاور ومدن القاهره، وفي حاله وجود اي كثافات سواء كان في اخطار لا سلكيا بها عن طريق اتصال الضباط بالمدن او بالشوارع او تم مناظرتها عن طريق الكاميرات المتواجده على اغلب ومدن القاهره بيتم على الفور تعزيز الخدمات عن طريق الدورات الراكبه لاسلكيا بالدراجات البخاريه. بيتم الكافه باحد سيادة الضباط او قوة كاملة من متكونة من 2 من سيادة الضباط وست افراد في الامناء بيتم التوزع على الفور. دي تعليمات مستديمة من السيد اللواء علاء الدجوي مدير الادارة العامة لمرور القاهرة. في حالة مناظرة وجود اي كثافات بيتم الدفع بدورات الراكبة والانتشار على المحور جميعه والتنسيق لاسلكيا على قناة داخلية بينهم وبين بعض والانتهاء على الفور من الكثافات اللي موجودة. نعم، طيب سيادة النقيب، بس ممكن نقول الرقم الخاص بشكاوى المرور في حالة ان اي حد من المواطنين اتعرض لأزمة مرورية بحادثة لا قدر الله او اي مشاكل من خلالها يقدر يتواصل مع حضراتكم؟ هو بالفعل اي مواطن في حالة مناظرة اي كثافات مرورية او مصادمات او اي شيء امني يمكن الاتصال برقم 011-453-4 هيتم التواصل معاه الامين المعين على مدار 24 ساعه على نفس الرقم هيتم التفاعل معاه وهيتم اختار المشرف الضابط اللي موجود هيتم التفاعل معاه ايا كان هو اللي اختار سواء كان مصادمه او كثافات مروريه او اجراء او بلاغ امني او سياره مطروقه بقى لها فتره هيتم التفاعل مع الاختار او مع البلاغ على الفور تصعيده وتوجيه مشرف عام لحتى الانتهاء يتم متابعته حتى الانتهاء بالفعل على 011 رقم تليفون مره ثانيه 011-453-44. شكرا سياده النقيب رأفت نجم مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه لمرور القاهره.